المسابقات العامة وقيد اللاعبين بالاتحاد الليبي لكرة اليد. منتخبنا خاض المباراة الأولى واللي كانت مع الجابون، كانت المباراة قوية وفي المتناول، ولكن لسوء الحظ فرطنا في المباراة وانتهت بالتعادل، وكان التعادل بطعم الخسارة للمنتخب الليبي. مباراة كانت حاسمة مهمة جدا، ولكن الحظوظ كما أسلفت لم تكن تريد أن يكون المنتخب الليبي صاحب الحظ في النقاط كاملة. ثم تجاوزنا هذه المباراة ودخلنا ثاني يوم مباشرة على مباراة المنتخب الأنغولي القوي الأفريقي الثالث على مستوى أفريقيا، مباراة قوية فيها ندية، وهذا الأمر اللي فاجأ المنتخب الأنغولي والحضور. مستوى المنتخب الليبي مقارنة بالمنتخب الأنغولي هناك فيه تفاوت كبير، ولكن مباراة أمس وضعت هذا المستوى في تقريبا نتيجة المباراة كانت تكون تعادل وليست بخسارة بفرق نقطة. منتخبنا الحظ جاب في مجموعة قوية جدا اللي هي على رأسها المنتخب الأنغولي والجابون ونيجيريا والمنتخبنا. غدا هناك حسابات، ما زالت الترشح صعب يعتبر ولكن ليس مستحيل، وهو أن يفوز منتخبنا غدا على نيجيريا وتخسر الجابون مع أنغولا بفارق أهداف على الأقل أكثر من 4-5 أهداف، ويفوز منتخبنا على نيجيريا تكون الحظوظ في حسبة، وإن شاء الله نتمنى أن الحسبة هذه تكون في صالحنا وننال مبدئيا الترشح لدور الثمانية، ومنها يكون الأمل قد تجدد، ونسأل الله التوفيق لمنتخبنا.